يدخل الفريق الوطني المغربي لكرة القدم الخميس المقبل معسكرا إعداديا في الرباط، إذ سيبدأ الدوليون المغاربة في التوافد على المغرب بعد أن استفاد بعضهم من عطلة قصيرة بعد انتهاء الدوريات التي ينشطون فيها قصد الدخول في مرحلة الجد على بعد 3 أسابيع من أول مباراة أمام إيران في كأس العالم. ويتجمع 26 لاعبا الذين وجه لهم الناخب الوطني هيرفي رونار الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم، 23 لاعبا في القائمة النهائية و3 احتياطيين، إذ يرتقب أن يبرمج المدرب الفرنسي بين حصة وحصتين تدريبيتين يوميا على ملعب مولاي عبد الله في الرباط قبل شد الرحال صوب سويسرا الأحد المقبل. ويواجه أسود الأطلس في 31 من مايو الجاري منتخب أوكرانيا في ملعب جنيف في سويسرا قبل ملاقاة منتخب سلوفاكيا يوم 4 يونيو المقبل في المكان نفسه، وذلك قبل شد الرحال إلى طالين عاصمة إستونيا من أجل خوض آخر محك إعدادي أمام منتخب إستونيا في 9 من يونيو، ثم التوجه مباشرة إلى مقر إقامة الأسود في مدينة فرونيج الروسية. ويطرح بعد المسافات بين المدن المستضيفة لنهائيات كأس العالم تحديا أساسيا للمنتخب الوطني المغربي، إذ سيحتاج إلى قطع مسافات كبيرة لخوض مبارياته 3 أمام إيران في سان بيترسبورغ، ثم البرتغال في موسكو، فإسبانيا في كالينغراد، وهو ما يحتم عليه إعدادا بدنيا في المستوى وحصصا تأهيلية دقيقة. ولم يتم الكشف إلى حدود الساعة عن البرنامج الرسمي للمنتخب الوطني المغربي في روسيا من قبل جامعة كرة القدم المغربية، إلا أن التوجه الحالي يرمي إلى تنقل بعدة المنتخب إلى المدن التي سيجري فيها مبارياته قبل 48 ساعة من إعطاء صافرة بداية اللقاء، على أن تكون العودة بشكل مباشر إلى فورينغ بعد نهاية اللقاء.